الدولة الفاطمية شهدت على ضعف حكام كتير من ضمنهم المستنصر بالله. في بداية عهده الأمور كانت مستقرة مليانة ازدهار ورخاء، لكن بعد موت الوزير أبو القاسم الجرجاني اتضح إن هو اللي كان شايل الدولة على كتافه، وكل تقدم حصل كان هو السبب فيه. بدأت أم المستنصر تتدخل في شؤون الدولة وتطلق الأحكام والأوامر. الوضع كان مهين لرجال الجيش اللي أعلنوا رفضهم، وواحدة واحدة الفوضى قلبت البلد وتحل على البلاد كارثة اتعرفت باسم الشدة المستنصرية. قل منسوب النيل بشكل كبير، وحصل نقص حاد في السلع مقابل غلاء فاحش في الأسعار، لحد ما ضربت البلد مجاعة كبيرة استمرت 7 سنين. وواضح كده إن المستنصر ما كانش ليه أي دور، وكان بيتفرج بلا حيلة واتدهورت حالته وباع كل ما يملك، لدرجة إن في ناس كانوا بيتصدقوا عليه بقوت يومهم. تفتكروا كده إيه السبب في شدة ضعف المستنصر بالله؟